خلال استقباله رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقية، الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على دعم دور السلطة القضائية في المجتمعات الأفريقية. مدبولي يتابع الاستعدادات لمؤتمر المناخ، ويؤكد شرم الشيخ تشهد تطويرا نوعيا شاملا على كافة المستويات. الخزانة الأمريكية تحذر من ارتفاع أسعار النفط في الشتاء، والمركزي الألماني يسعى لمواجهة ارتفاع التضخم بزيادة كبيرة بمعدلات الفائدة. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، فأهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على دعم دور السلطة القضائية في المجتمعات الأفريقية، وذلك في إطار سيادة الشرعية الدستورية، وبما يحقق التوازن بين حقوق وحرية المواطنين ومباشرة السلطات العامة لوظائفها. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة المشاركين بالمؤتمر السادس الذي تنظمه المحكمة الدستورية المصرية للمحاكم الدستورية والعليا الأفريقية. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة المشاركين في المؤتمر السادس الذي تنظمه المحكمة الدستورية المصرية للمحاكم الدستورية والعليا الأفريقية، وذلك بحضور المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا ونوابه المستشار الدكتور محمد النجار والمستشارة الدكتورة فاطمة الرزاز والمستشار الدكتور طارق شبل. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب بالسادة رؤساء المحاكم الأفارقة، مؤكداً سيادته حرص مصر على دعم دور السلطة القضائية في المجتمعات الإفريقية، وذلك في إطار سيادة الشرعية الدستورية وبما يحقق التوازن بين حقوق وحريات المواطنين وبين مباشرة السلطات العامة لوظائفها. اسمحوا لي أرحب بكم جميعاً ضيوف كرام أعزاء على مصر. اسمحوا لكم من الاستمرار في انعقاد هذا الاجتماع، وزي ما بقول كده في الدورة السادسة بالقاهرة، يؤكد على وحدة الهدف والمصير المشترك بين شعوبنا التي تنحاز إلى قيم الحق والعدل، وتتطلع في يقين راسخ إلى تعميق مبادئ سيادة القانون واستقلال القضاء واحترام الحقوق والحريات. وكمان اسمحوا لي أؤكد معاكم أن محاور اجتماعكم بتدور حول المواطنة وحقوق اللاجئين والمهاجرين وحماية الهوية الثقافية وحقوق الشعوب الإفريقية في مواردها الطبيعية المشتركة، وأيضاً التنمية الاقتصادية من منظور اجتماعي، إنما هي سول مثلى لتحقيق مفهوم تنمية الشعوب الإفريقية، وأنني على ثقة من استمرار مسيرة نجاح هذا الاجتماع على نحو تؤكده نتائج أعمال اجتماعاتكم الخمسة السابقة. وشدد السيد الرئيس على أهمية الوعي الشعبي لتعزيز دور القانون والمؤسسات القضائية بغرض تمكين الدول من التصدي بفاعلية للتحديات التي تهدد كيانها وأخطرها الفكر المتطرف، والتمييز بين المواطنين على أساس ديني أو عرقي أو طائفي، فضلاً عن صون أمنها واستقرارها. من جانبه أكد المستشار بولس فهمي أن رعاية السيد الرئيس للمؤتمر تعد شرفاً كبيراً، مثمناً حرص سيادته على ترسيخ وتعزيز الوعي بأهمية استقلال القضاء وتعزيز الدور الذي تطلع به المحاكم الدستورية في حماية مقدرات الدول وإرساء دعائم الديمقراطية ودفع التنمية، لا سيما في ظل نجاحها في إسراء المفاهيم القانونية والدستورية في المجتمع المصري. أضاف المتحدث الرسمي أن السادة المشاركين أعربوا عن تشرفهم بلقاء السيد الرئيس، مثمنين الدور الحيوي للمؤتمر في تعزيز التعاون القضائي بين المحاكم الدستورية الإفريقية، والذي تحول إلى تقليد سنوي هام على مستوى القارة، يعكس التوجه الثابت لمصر تجاه إفريقيا كنقطة ارتكاز لسياستها.
وقد شهد اللقاء حواراً مع السيد الرئيس شمل أهمية الموضوعات المطروحة على الساحة الإفريقية، خاصة فيما يتعلق بدور المحاكم الدستورية والعليا في الحفاظ على سيادة الدول. كما أعرب المشاركون عن تطلعهم للاستفادة من التجربة المصرية التي تعد نموذجاً لاحترام دولة القانون واستقلالية القضاء. هذا وانتهت فعاليات اليوم الثاني للاجتماع السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الأفريقية. وتناولت جلسات اليوم الثاني الضمانات الدستورية المقررة لتنمية الموارد الطبيعية المشتركة والتنظيم الدولي لاستغلالها ودور الرقابة الدستورية في حماية الخصوصية الثقافية للمجتمعات الأفريقية. أكد المستشار طارق شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية والمتحدث الإعلامي للمؤتمر أن مناقشات واسعة دارت بين رؤساء المحاكم بهدف تفعيل الأفكار التي طرحت خلال الجلسات على الدول الإفريقية. دارت مناقشات واسعة بين السادة رؤساء المحاكم الإفريقية في موضوعي الجلستين بهدف تفعيل الأفكار التي طرحت خلالهما على الدول الإفريقية، وبذلك انتهت فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر. يواصل مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعاته بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب لاستكمال النظر في المحاور الرئيسية الثلاثة السياسية والاقتصادية والمجتمعية، ويأتي ذلك في إطار الجلسات التحضيرية التي بدأت منذ إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة الحوار الوطني في إطار المشاركة الوطنية الفعالة، وتمهيدا لبدء الجلسات الفعلية للحوار بهدف الوصول إلى مخرجات تعود بالنفع على المواطن. قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن عدد الراغبين بالمشاركة في قمة المناخ كوب 27 هذا العام يساوي تقريبا ضعف أعداد المشاركين بقمة المناخ خلال العامين السابقين. وأوضح مدبولي في تصريحات من مدينة شرم الشيخ أن استيعاب كل هذه الأعداد يعتبر تحديا كبيرا، مشيرا إلى توجيهات الرئيس السيسي بضرورة توفير أماكن لجميع من يرغب من المشاركة. تفقدنا مع كل السادة الوزراء كل الأعمال اللي بتتم على الأرض هناك، من رفع كفاءة المركز الحالي وإضافة ما تطلق عليها المنطقة الزرقاء اللي هي خاصة بسكرتارية الأمم المتحدة واللي هتبقى فيها تمثيل كل الدول والمؤسسات الرسمية، ودي يمكن شفنا حجم العمل اللي بيتم على الأرض هناك. وعايز أقول إن يعني الحمد لله، ودي نقطة مهمة جدا، يعني نتيجة طبعا لسمعة مصر وقدراتها ونجاحها دايما في استضافة الفعاليات الهامة، عدد الراغبين هذا العام في الاشتراك في المؤتمر قمة المناخ في مصر تقريبا ضعف الأعداد اللي كانت في المؤتمرات السابقة في العامين السابقين، وده ادانا طبعا تحدي ان انا مضطر ان انا استوعب كل الأعداد. ودي كانت توجيهات سيادة الرئيس، كل اللي عايز ان هو يشارك في هذا المؤتمر لازم ان احنا نوفر له اماكن وما نعتذرش لحد، وبناء على هذا الكلام ضعفنا المسطحات اللي هتبقى متاحة، ودي طبعا هتبقى مسطحات يا إما دائمة أو مؤقتة ممكن إن احنا نفكها بعد المؤتمر إن شاء الله. أكد رئيس مجلس الوزراء أنه يتم تنفيذ تطوير نوعي شامل على مختلف الأصعدة بمدينة شرم الشيخ. وأوضح مدبولي أن هناك 717 تاكسي يعملون بنظام تتبع، وبداخل كل تاكسي كاميرا داخلية للتأكد من أن كل سائح في أقصى درجات الأمن والأمان. إحنا بنعمل تطوير نوعي شامل لمدينة شرم الشيخ في كل شيء. ويمكن يعني الزملاء امبارح انا عايز اتكلم على ان احنا ازاي بنحول مدينه شرم الشيخ لمدينه ذكيه. يعني عندنا الحقيقه امبارح شفنا منظومه التاكسيات الجديده اللي هتبقى موجوده. هنا عندنا اكثر من 717 تاكسي هيبقوا اللي موجودين كل المدينه النهارده، منظومه التاكسي اللي هتبقى موجوده عشان حضراتكم بس نبقى متخيلينها. كل تاكسي فيه نظام تتبع بحيث يبقى عندي انا مبنى مركزي ووحده مركزيه على مستوى شرم، أنا شايف كل مركبة بتتحرك، التاكسيات هنا أنا بتكلم على التاكسيات، عارف مكانها بتتحرك فين في اللحظة في أي لحظة وشايفها. والأهم جوه كل تاكسي في كاميرا داخلية بتقدر النهاردة عشان نبقى مطمئنين إن أي سائح أو أي راكب موجود بيبقى يعني في أقصى درجات الأمن والأمان.
في منظومة كاملة للعداد الدفع، وده بيبقى حتى بنظام الكريدت كارد ممكن بيدفع قيمة السداد أجرة التاكسي بالمكنة اللي هي بتسحب الفلوس من خلال الكريدت كارد، منظومة كاملة حتى نقدر ان احنا نوجه السائق وهو بيسوق من المركز من المبنى المركزي، نقدر نكلمه ونقول له لو في اي مشكلة نقدر نتعامل معها بصورة فورية. هذا وقد اختتم رئيس الوزراء مصطفى مدبولي زيارته لمدينة شرم الشيخ التي امتدت على مدار يومين، بمتابعة تنفيذ طريق السلام وتفقد السوق التجارية القديمة بالمدينة. وتابع رئيس الوزراء أعمال تطوير الميادين التي تصل إلى 13 ميدانا بالمدينة ومنطقة نبق وأعمال تطوير طريق السلام. عقب ذلك توجه رئيس الوزراء لتفقد منطقة السوق التجارية القديم، وقام بجولة في أنحاء المنطقة لمتابعة تنفيذ تطبيقات الهوية البصرية وأعمال رفع كفاءتها. أكد سامح شكري وزير الخارجية والرئيس المعين لكوب 27 أن الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ وضعت نصب أعينها لانتقال من مرحلة الوعود إلى مرحلة التنفيذ الفعلية فيما يخص مواجهة تداعيات تغيرات المناخ. وفي كلمة لوزير الخارجية بافتتاح فعاليات منتدى البيئة والتنمية 2022 أكد شكري أن قضية مواجهة الأثار السلبية للتغيرات المناخية باتت حقيقة واقعة، لافتا إلى أن التقارير العالمية تشير إلى أن حجم الجهد والعمل العالمي لا يكفي لمواجهة هذه التغيرات. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول مايكل كاريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية الذي يزور مصر حاليا. تناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وكذا القضايا التي تمس المصالح المشتركة بضوء مجالات التعاون العسكري وسبل دعمها بين الجانبين. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا. تناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وكذا القضايا التي تمس المصالح المشتركة في ضوء مجالات التعاون العسكري وسبل دعمها بين الجانبين. وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن اعتزازه بعلاقات الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا حرص القوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون في مختلف المجالات العسكرية والأمنية، فيما أشاد قائد القيادة المركزية الأمريكية بالدور المحوري التي تقوم به الدولة المصرية في تحقيق الأمن والاستقرار والتوازن بالمنطقة، مؤكدا على عمق العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية. كما التقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالفريق أول مايكل كوريلا والوفد المرافق له، وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التدريب وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين. حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مراسم الاحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أمضوا مدة خدمتهم بالقوات المسلحة وأحيلوا للتقاعد في الأول من يوليو 2022. وقام وزير الدفاع بتقليد القادة المكرمين وسام الجمهورية من الطبقة الثانية بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مراسم الاحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أمضوا مدة خدمتهم بالقوات المسلحة وأحيلوا إلى التقاعد في الأول من يوليو 2022. وألقى أقدم القادة المكرمين كلمة قدم خلالها الشكر والامتنان للقوات المسلحة لرعايتها المستمرة والدعم المتواصل الذي تقدمه لهم ولأسرهم، مؤكدا أن القوات المسلحة ستظل دائما عنوانا للعطاء والوفاء جيلا بعد جيل. وقام الفريق أول محمد زكي بتقليد القادة المقرمين وسام الجمهورية من الطبقة الثانية الذي صدق على منحه لهم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، تقديرا لجهودهم وتفانيهم في أداء مهامهم الوطنية طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة. وألقى القائد العام للقوات المسلحة كلمة نقل خلالها تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للقادة المكرمين الذين أمضوا خدمتهم داخل القوات المسلحة
بكل أمانة وإخلاص وتفان في أداء واجبهم، ووهبوا أنفسهم لخدمة الوطن والدفاع عنه في مختلف الأوقات والظروف، مؤكدا على أن ما قدموه من عطاء وتضحيات لرفعة شأن الوطن سيذكرها التاريخ دائما، مشيدا بدورهم في خدمة القوات المسلحة وتماسكها في مواجهة كافة الصعاب، وحرصهم الدائم على الوصول بها إلى أعلى مستويات الاستعداد والكفاءة القتالية. وأكد الفريق أول محمد زكي أن رجال القوات المسلحة سيظلوا دائما على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم مهما تعقبت الأجيال بكل شجاعة وشرف، مؤكدا أن الدفاع عن أمن الوطن واجب مقدس ومهمة سامية لا تهاون فيها. كما وجه القائد العام الشكر لأسر القادة المكرمين تقديرا لما تحملوه من مسؤولية اجتماعية كبرى في إعداد أجيال من أبناء مصر قادرة على البذل والعطاء. حضر الاحتفال الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وأسرهم. نظمت الكلية الفنية العسكرية اليوم العلمي لها، والذي تضمن إعلان نتيجة مسابقة الكلية الفنية العسكرية الدولية السادس أهل الابتكار بالأنظمة غير المأهولة. حضر الفعاليات عدد من قادة القوات المسلحة ولفيف من الشخصيات العامة وقدامى أعضاء هيئة التدريس وعدد من عمداء كليات الهندسة والمراكز البحثية. نظمت الكلية الفنية العسكرية اليوم العلمي لها، والذي تضمن إعلان نتيجة مسابقة الكلية الفنية العسكرية الدولية السادسة جائزة الفريق إبراهيم سليم للابتكار في الأنظمة غير المأهولة أرضية وبحرية وجوية وأقمار صناعية، والتي نفذت خلال فترة من 3 إلى 8 من سبتمبر 2022. وإعلان نتيجة مؤتمر الكلية الفنية العسكرية الدولي السادس للطلبة بمرحلة البكالوريوس الذي عقد في الفترة من 5 إلى 8 من سبتمبر 2022. بدأت الفعاليات بكلمة اللواء إسماعيل محمد كمال مدير الكلية الفنية العسكرية، رحب خلالها بالعلماء والباحثين المشاركين بالمؤتمر والمسابقات العلمية من مختلف الدول والجهات، معربا عن تطلعه أن تثمر تلك الأنشطة وما تضمنته من مسابقات وابتكارات وبحوث وورش عمل في تحقيق الهدف المطلوب منها. وتم إعلان النتائج وتكريم الفائزين بالمراكز الأولى من طلبة الجامعات المصرية والكلية الفنية العسكرية القائمين بمشروعات تخرج متميزة، بالإضافة إلى عدد من أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على ألقاب علمية. وألقى اللواء مصطفى عبد الوهاب مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة كلمة نقل فيها تحية وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للسادة الحضور، مشيرا إلى أن اليوم العلمي فرصة لإبراز النشاط العلمي والبحثي للكلية الفنية ومختلف كليات الهندسة والمؤسسات البحثية، موضحا أن الكلية الفنية العسكرية تعتبر من الصروح العلمية والبحثية المتميزة في مصر. أعقب ذلك افتتاح المعرض العلمي السنوي والذي عرض من خلاله مشروعات التخرج المتميزة التي لها عائد على خطة البحوث بالقوات المسلحة للكلية الفنية العسكرية وكليات الهندسة بالجامعة المصرية، بالإضافة إلى استعراض النشاط البحثي المتميز لأعضاء هيئة التدريس بالكلية. حضر الفعاليات عدد من قادة القوات المسلحة ولفيف من الشخصيات العامة وعدد من عمداء كلية الهندسة والمراكز البحثية وطلبة الكليات العسكرية والجامعات المصرية. استضافت مصر دورة تدريب المدربين العسكريين للقوات الأفريقية الجاهزة لتدريب كوادر القوات المشاركة في مهام عمليات دعم السلام الأفريقية، وتضمنت الدورة التدريبية العديد من المحاضرات والنقاشات عن تدريب المكون العسكري لقوات دعم السلام الأفريقي ومبادئ القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة. وتستهدف الدورة رفع مستوى عدد من كوادر المدربين من ممثلي كافة الأقاليم الأفريقية على أحدث طرق تدريب عناصر بعثات عمليات دعم السلام الأفريقي. واصلت وزارة الداخلية حملاتها لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أعلى من السعر الرسمي.
تمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 441 قضية تموينية بمضبوطات 120 طن. وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأعلى من السعر الرسمي، فقد تم ضبط 67 طنا. وفي مجال البيع بأعلى من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط 50 طن أسمنت. أما في مجال قضايا المخابز فقد تم ضبط 716 قضية، من بينها 83 قضية خبز ناقص الوزن و66 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزي الأسلحة النارية ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد، أسفرت جهودها خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة، فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط عدد 488 عنصراً إجرامياً ومصرع خمسة عناصر إجرامية شديدة الخطورة بنطاق 24 مديرية أمن، والسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها سرقة، سلاح، مخدرات، قتل. وضبط معهم 296 قطعة سلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 92 متهما وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 973 قطعة سلاح ناري، أبرزها 131 بندقية و85 بندقية آلية و50 مسدسا و707 فرد محل الصنع وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة و120 خزينة، إضافة ل 1532 قطعة سلاح أبيض. كما تم ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلها أسلحة نارية وأدوات وأجزاء التصنيع. وترسيخا لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 487,558 حكما قضائيا، من بينهم 1847 حكم جناية و175,555 حكم حبس و241,825 حكم غرامة و68,331 حكم مخالفة. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط 8 تشكيلات عصابية ضمت 24 متهماً قاموا بارتكاب 47 حادث سرقة متنوع، وتم كشف غموض 87 حادث ما بين حريق عمد وقتل وسرقة بالإكراه وانتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 145 متهماً. وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 1490 قضية إتجار في المواد المخدرة، من بينها قرابة 208.5 كيلوغرام من مخدر الحشيش
وأكثر من 442 ونصف كيلوغرام من نبات البانجو المخدر وكمية من مخدر الهيروين وزنت قرابة 37 ونصف كيلوغرام وضبط ما يقرب من 6.5 كيلوغرام من مخدر الأيس الشابو إضافة إلى حوالي 11 كيلوغرام من مخدر الاستروكس وعدد 17,716 قرص مؤثر و 9,304 قرصة ترامادول مخدر و 1,100 قرص كيبتاجون. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 26 مليون جنيه. كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 11 مركزا غير مرخص لعلاج الإدمان. طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سحب الأسلحة الروسية الثقيلة والخفيفة من موقع محطة زابوريجيا النووية. وخلال اتصال هاتفي طالب ماكرون الرئيس الروسي بضرورة وقف فوري للعملية الروسية في أوكرانيا فضلا عن الحرص على استمرار اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية. من جانبه أكد بوتين على ضرورة الضغط على كييف لوقف قصف محطة زابوريجيا النووية. كما أوضح الكرملين أن بوتين وماكرون أعربا عن استعدادهما لعدم تسييس الوضع بشأن محطة زابوريجيا النووية. أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده لن تتفاوض مع روسيا الآن، مضيفا أنه لا يرى أي استعداد لدى موسكو للتعامل بإيجابية مع الأزمة. إلى ذلك أكدت الرئاسة الأوكرانية أن استهداف روسيا البنية التحتية وحرمان المواطنين من الكهرباء والتدفئة رد جبان على فرار قواتها. في تلك الأثناء أعلن الجيش الأوكراني أنه استعاد السيطرة على 3000 كيلومتر مربع من الأراضي أثناء هجوم سريع على المناطق التي سيطرت عليها القوات الروسية في شرقي البلاد. أفادت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن مسؤولين أوكرانيين بانقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة شرقي أوكرانيا. ويأتي هذا فيما أعلن الجيش الأوكراني أن المعارك مع القوات الروسية مستمرة في محيط خاركيف، لافتا إلى أن القوات الروسية تواصل الانسحاب نحو منطقة لوانسك. وأفاد الجيش الأوكراني أنه استعاد 30 قرية وبلدة على الأقل في منطقة خاركيف شرقا، كما أكد استعادة مناطق يبلغ مجموع مساحتها نحو 2000 كيلومتر مربع من القوات الروسية في الأيام الأخيرة. بثت القوات المسلحة الأوكرانية مقطعا مصورا يظهر جنديا يرفع علم البلاد فوق منطقة في خاركيف، تقول القوات إنها استعادتها مؤخرا من القوات الروسية. وأدى تحرك أوكرانيا السريع لاستعادة المناطق التي تسيطر عليها روسيا في خاركيف لإجبار موسكو على سحب قواتها لمنع تطويقها وترك أعداد كبيرة من الأسلحة والذخائر وراءها. نقلت شبكة CNN الإخبارية الأمريكية عن وزيرة الخزانة جانيت يلين قولها إن الأمريكيين قد يشهدون زيادة في أسعار الغاز في الشتاء عندما يقلص الاتحاد الأوروبي شراء الخام الروسي بدرجة كبيرة. هذا ويتطلع مسؤول الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى إقرار زيادة كبيرة أخرى لأسعار الفائدة هذا الشهر، حيث يسارعون الخطى إلى الحد من الطلب وطمأنة الأمريكيين بعودة معدلات التضخم إلى 2%.
مهد رئيس البنك المركزي الألماني يوكيم ناغل احتمال زيادات كبيرة بمعدلات الفائدة في منطقة اليورو لمواجهة ارتفاع التضخم. وقال ناغل إن الخطوة التي اتخذها البنك المركزي الأوروبي برفع معدل الفائدة الرئيسي بمقدار 75% كانت إشارة مهمة، محذرا من أنه إذا بقي الوضع التضخمي على حاله فسيتعين اتخاذ خطوات جديدة في رفع الفائدة. قال وزير النقل الفرنسي كليمون بون إنه سيوقع اتفاقية مع رومانيا لزيادة صادرات الحبوب الأوكرانية إلى الدول النامية. وأضاف الوزير أن الاتفاقية مع رومانيا ستتيح لأوكرانيا إخراج المزيد من الحبوب نحو أوروبا والدول النامية، لا سيما الدول المطلة على المتوسط التي تحتاج الحبوب من أجل الغذاء، موضحا أن الاتفاق يشمل التصدير عبر النقل البري والبحري والنهري. أكد مكتب الإحصاء الياباني ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية باستثناء المنتجات الطازجة بالبلاد بنسبة 2.4% في يوليو الماضي على أساس سنوي، وهو ما يعد أعلى مستوى للتضخم في أكثر من 7 سنوات. تواجه اليابان التي تعد ثالث أكبر اقتصادات العالم أزمة اقتصادية قوامها ارتفاع نسبة التضخم، فقد ارتفعت أسعار المواد الاستهلاكية في اليابان بنسبة 2.4% في يوليو الماضي على أساس سنوي مقارنة بمعدل 2.2% في يونيو، وهو ما يعد أعلى مستوى للتضخم في أكثر من 7 سنوات. وفي هذا الإطار قررت الحكومة اليابانية تفعيل حزمة إغاثة جديدة لمواجهة التضخم المتسارع، تتضمن برنامجا نقديا بقيمة 50,000 ين للأسر ذات الدخل المنخفض، وخطوات أخرى للحفاظ على أسعار البنزين والقمح المستورد عند المستويات الحالية. كما أصدر رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا تعليمات للمسؤولين بوضع حزمة اقتصادية أكثر شمولا بداية من الشهر المقبل. يأتي ذلك في إطار برنامج يهدف إلى تخصيص مساعدات نقدية للأسر مماثلة لتلك التي تم تخصيصها للتعامل مع جائحة كورونا، في محاولة لكبح جماح التضخم وللمساعدة في خفض تكاليف الوقود التي يتحملها المستهلكون. هذا وتعهدت الحكومة اليابانية بمواصلة دعمها لتجار النفط بالجملة إلى ما بعد سبتمبر الجاري وحتى نهاية هذا العام من أجل خفض أسعار التجزئة للبنزين والكيروسين. إلى ذلك يمضي المشهد الاقتصادي في اليابان وسط توقعات بتباطؤ نمو ثالث أكبر اقتصاد في العالم بسبب ارتفاع أسعار الواردات الذي يرجع إلى حد كبير للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والانخفاض المستمر في قيمة الين. نشرة التاسعة ما زالت مستمرة وتتابعون فيها. في ذكرى هجمات سبتمبر، بايدن يتعهد بمواصلة مراقبة وتعطيل الأنشطة الإرهابية في أي مكان للدفاع عن الشعب الأمريكي. عقد الملك تشارلز الثالث لقاء مع ممثلين من الكومنولث في قصر باكنغهام حيث يتولى منصب رئيس الاتحاد. حضر الاجتماع مسؤولون من جميع أنحاء العالم بما في ذلك جزر البهاما وكندا ونيوزيلندا، بالإضافة إلى وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي. كما التقى الملك تشارلز الأمين العام للكومنولث باتريشيا سكوتلاند بشكل منفصل. وصل جثمان الملكة إليزابيث الثانية إلى قصر هوليرود في أدنبرا بعد مغادرته قلعة بالمورال في وقت لاحق اليوم. هذا وسيتم نقل النعش من قصر باكنغهام الأربعاء المقبل إلى مجلسي البرلمان حتى موعد الجنازة بكنيسة ويستمانستر بال19 من سبتمبر الجاري. تعتزم بريطانيا استبدال مليارات الأوراق النقدية والعملات المعدنية الخاصة بها حول العالم التي تحمل صورة الملكة إليزابيث الثانية بالملك الجديد تشارلز الثالث. هذا وأكدت شبكة CNN الإخبارية الأمريكية أن بنك إنجلترا الذي يطبع الأوراق النقدية في بريطانيا ويصنع العملات المعدنية يواجه الآن مهمة كبيرة تتمثل في سحب تلك العملات من التداول
واستبدالها بأموال أخرى تحمل صورة الملك تشارلز الثالث. أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن هجمات 11 من سبتمبر لم تتمكن أبدا من كسر عزيمة الشعب الأمريكي أو النيل من وحدته. تعهد بايدن في خطاب ألقاه بمناسبة حلول الذكرى 21 لهجمات 11 من سبتمبر بمواصلة مراقبة وتعطيل الأنشطة الإرهابية في أي مكان للدفاع عن الشعب الأمريكي. هذه التجربة التي مررتم بها كلكم وهذا اليوم الثمن يبدو عظيما، فنحن هنا نتذكر ذلك اليوم، اليوم القاتم، وسمعنا صفارات الإنذار والقصص، قصص أولئك الذين فقدناهم وقصص البطولة في ذلك اليوم البشع. القصة الأمريكية بحد ذاتها تغيرت في ذلك اليوم، لكن ما تغير حقيقة ولكن وما لا يمكن أن يتغير ولن يتغير هو طبيعة هذه الأمة، أنهم يستطيعون أن يلأموا تلك الجراح. وقعت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر مذكرة تفاهم مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف، وذلك تحت مظلة خطة العمل الوطنية الثالثة لمكافحة الهجرة غير الشرعية. وأكدت رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر السفيرة نائلة جبر أن اهتمام مصر بملف الهجرة غير الشرعية ليس وليد اليوم ولا يرتبط بظروف طارئة، بل هو اهتمام نابع من الالتزام بمبادئ العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان. النهاردة وقعنا بروتوكول تعاون ما بين اللجنة الوطنية التنسيقية وهي لجنة وزارية حكومية تابعة لمجلس الوزراء، وبين منظمة اليونيسيف منظمة الأمم المتحدة للطفولة، وده شيء مهم لأننا بنحرص أيضا في إطار محاربة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين إن إحنا نحمي أطفالنا. تم إطلاق الشراكة الاستراتيجية مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، ونحن كمنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف ندعم دائما أن يعيش الطفل في بيئة آمنة. مذكرة التفاهم التي تم توقيعها تعمل على عنصرين رئيسيين هما رفع الوعي بمخاطر الهجرة غير النظامية وتدريب وتوعية مسؤولي إنفاذ القانون حول التصدي لمخاطر الهجرة غير الشرعية. سلم مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية السفير عمر سليم إلى اللجنة التابعة من وزارة السياحة والآثار قطعتين أثريتين كان تم خروجهما من مصر بصورة غير مشروعة. القطعتان هما تمثال من الخشب الملون لرجل واقف يرتكز على قاعدة يعود لعصر الدولة القديمة، تمثال آخر صغير خشبي من العصر المتأخر. تعود أحداث استرداد هذين التمثالين إلى عام 2016 عندما قامت السلطات البلجيكية بضبط التمثالين في معرض لبيع القطع الأثرية ببلجيكا، وأثبتت التحقيقات أن مالك المعرض لا يملك أوراقا أو مستندات ملكية للقطعتين الأثريتين. عقدت مؤسسة حياة كريمة اجتماعا مع أعضاء هيئة الجايكا اليابانية لتنسيق تطوير 100 مدرسة في قرى حياة كريمة. أوضحت المؤسسة أنه تمت مناقشة الآليات والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم عن طريق اعتماد خطة زمنية للتطبيق وأخرى لتدريب المعلمين ومتطوعي مؤسسة حياة كريمة، مشيرة إلى أنه يجري فحص المرحلة الأولى من المدارس المقترحة لتطويرها للبدء في أقرب وقت.
يواصل فريق مؤسسة حياة كريمة متابعة آخر عمليات تنفيذ مشروعات المؤسسة بقرية الأبطال بمركز قنطرة الشرق بمحافظة الإسماعيلية. وتم إنهاء أعمال التشطيبات بمجمع الخدمات الحكومية ومجمع الخدمات الزراعية، كما تم الانتهاء من أعمال رفع كفاءة مركز الشباب والملعب القانوني، بالإضافة لتنفيذ كبري ترعة الهدى الشمالي والجنوبي في قطاع الطرق، وكذلك الانتهاء من إنشاء نقطتي إسعاف ورفع كفاءة نقطة الإسعاف القديمة. في إطار استعدادات محافظة البحيرة لاستقبال العام الدراسي الجديد، فقد تم افتتاح المعرض السنوي لمستلزمات المدارس الذي نظمته الغرفة التجارية بأرض المعارض بدمنهور. يشارك في المعرض شركات الأدوات ومستلزمات المدارس والأحذية والزي المدرسي والشنط والأدوات المكتبية، ويتم البيع بأسعار اقتصادية وتنافسية. الأسعار في المعرض جميلة ومتاحة لجميع الفئات الشعب المصري، وخصوصا لأهل دمنهور وضواحيها، ونأمل من معالي المحافظ البحيرة أن يعمم فكرة المعارض على مستوى محافظة البحيرة بأكملها ومراكزها. التخفيضات تبدأ من 20% لحد 35%، وأنا اشتريت هنا حاجات ياما، وياريت المعرض يستمر على طول. في إطار احتفالات محافظة الشرقية بعيدها القومي وقرب انطلاق العام الدراسي الجديد، افتتح معرض أهل المدارس لبيع كافة المستلزمات والأدوات المدرسية وكذلك المواد الغذائية، والذي تقيمه المحافظة بمدينة الزقازيق. ما شاء الله الاسعار جميله. بالنسبه للمحلات اللي بره ما شاء الله الاسعار جميله. لا والله جميل، تمام، احسن من بره بكتير، يا ريت يستمر على طول. الاسعار والله انا سالت على الكراسه ديت، لقيتها ب 70 جنيه بره عند الشيخ الراجل المحترم ده في المعرض، جابها ب 35 جنيه ماشي. فيا ريت ان المعرض دهوت يستمر على طول طول السنه، مش شهر ويقفل. اما الان فمع اخبار المال والاعمال ومصطفى ميزار. شكرا سحر وشكرا رغده. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة جديدة من أخبار المال والأعمال في نشرة التاسعة. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صدور قرار برفع أسعار الدولار الجمركي، وأكد أن المنشورات المتداولة لا أساس لها من الصحة، وأنه لا يوجد الآن ما يسمى بالدولار الجمركي حتى تقوم وزارة المالية أو مصلحة الجمارك برفعه أو خفضه. كما شدد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على أن مصلحة الجمارك تستخدم أسعار العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزي المصري كل يوم، مناشدة المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات والحصول كذلك على المعلومات من مصادرها الرسمية. بحثت مصر والسعودية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال النقل الجوي، وجاء ذلك خلال اجتماع لوزير الطيران محمد عباس حلمي مع عصام بن سعيد عضو مجلس الوزراء السعودي لبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال النقل الجوي في ظل تزايد الحركة الجوية بين القاهرة والرياض. إلى سوق المال، حيث أنهت البورصة المصرية التعاملات على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدعومة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، وسجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق مستوى 711 مليار جنيه وسط تداولات كلية بلغت 2.7 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات، ففتح مؤشر إي جي إكس 30 عند مستوى 10356 نقطة، مرتفعا بنسبة 89% ليغلق عند مستوى 10363 نقطة. كما فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 متساوي الأوزان عند مستوى 2274 نقطة، مرتفعا بنسبة 61% ليغلق عند مستوى 2287 نقطة.
وفتح مؤشر اي جي اكس 100 متساوي الاوزان عند مستوى 3256 نقطه ليصعد بنسبه 61% ويغلق عند مستوى 3276 نقطه. إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي ما قيمته 19 جنيه و28 قرشا للشراء و19 جنيه و38 قرشا للبيع. بالنسبة لليورو، وصلت قيمته إلى 19 جنيه و35 قرشا للشراء و19 جنيه و47 قرشا للبيع، في حين وصل الجنيه الاسترليني إلى 22 جنيه و34 قرشا للشراء و22 جنيه و47 قرشا للبيع. أما بالنسبة للعملات العربية، فقد سجل الدرهم الإماراتي ما قيمته 5 جنيهات و24 قرشا للشراء و5 جنيهات و27 قرشا للبيع. وأخيرا سجل الريال السعودي 5 جنيهات و13 قرش للشراء و5 جنيهات و16 قرشا للبيع. في أسواق المال الخليجية، ساعدت عودة شهية المخاطرة وتعافي أسعار النفط في ارتفاع الأسهم الخليجية الرئيسية في نهاية تعاملات اليوم، فقد أنهى المؤشر الرئيسي في السعودية أنهى التداولات على ارتفاع بنسبة 9%. أما في الكويت، فصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 23%، في حين تراجع مؤشر البحرين العام بنسبة هامشية بلغت 1%. انتهت هذه الجولة الاقتصادية مشاهدينا الكرام. في نشرة التاسعة نعود لاستكمال ما تبقى مع سحر ورغدة. شكرا لك مصطفى ميزر. نوع جديد من السياحة العلاجية تتميز بندرتها وتحاول مصر تنميتها وتسليط الضوء عليها. وعلى رأس تلك الأماكن كهوف الملح الاستشفائية في واحة سيوة. كهوف من الملح الاستشفائية ومناظر طبيعية خلابة يأتيها الناس من كل الأفكاك من مختلف الدول الأجنبية والعربية لزيارة أيقونة الشفاء الروحي بسيوة التي تعتبر أهم مقصد سياحي استشفائي. لعل أهم فوائد كهف الملح هو خروج الطاقة السلبية واستبدالها بطاقة إيجابية، ما يساعد في علاج الأمراض النفسية والعصبية وكذا أمراض القولون والتهاب الجيوب الأنفية والحساسية والربو وغيرها من الأمراض الصدرية، إذ يعمل اليود على تقوية مناعة الجهاز التنفسي، كما ينشط الغدد الترقية التي تقوم بدورها بضبط كثير من العمليات في الجسم. كما أن كهوف الملح تخفف التوتر والإجهاد عن طريق استنشاق اليود الملحي خلال الجلسة العلاجية التي تستمر من 30 إلى 45 دقيقة بالجلسة الواحدة. تم إنشاء تلك الكهوف من الملح الصخري الذي تتميز به واحة سيوة، ويعتبر ثروة معدنية من مناجم باطن الواحة. والآن نتحول إلى الشأن الرياضي في هذه النشرة. نعم، عودة مرة أخرى إلى مصطفى مزار. إليك شكرا مصطفى. من جديد رغدة وشكرا سحر. أهلا بكم مشاهدين الكرام من جديد في جولتنا الثانية، نستعرض فيها أحوال الكرة والملاعب محليا وعالميا. حقق المنتخب الوطني للخماسي الحديد ذهبيتين وبرونزية في منافسات فردي وفرق الشباب تحت 19 عاما في بطولة العالم للخماسي الحديد للشباب والمقامة في إيطاليا، ووصلت ميداليات مصر في البطولة إلى 8 ذهبيات و3 فضيات وبرونزيتين. أعلن اتحاد الكرة عن تعيين أيمن عبد العزيز مدربا مساعدا ضمن الجهاز الفني للمنتخب الوطني تحت قيادة المدير الفني البرتغالي راي فيتوريا، ويأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه منتخب الفراعنة لخوض أول معسكر تحت قيادة فيتوريا سيستمر في الفترة من 13 وحتى 27 من سبتمبر الجاري. خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ميرانه الأول تحت قيادة المدير الفني الجديد مارسيل كولر على ملعب مختار تتشي بالجزيرة، وحرص كولر على عقد محاضرة للاعبين قبل انطلاق الميران،
شهدت الحديث عن استراتيجية العمل الخاصة بالفريق خلال الفترة القادمة بعد توليه المسؤولية والقيادة الفنية بشكل رسمي. هذا وقد خاض اللاعبون فقرات بدنية متنوعة في بداية المران، وأدى حراس الفريق مرانا تحت قيادة المدرب لحراس المرمى ميشيل يانكون. فاز ريال مدريد على ضيف ريال مايوركا بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة الخامسة من الدوري الأسباني، وبهذا الانتصار استعاد ريال مدريد صدارة جدول الترتيب برصيد 15 نقطة، بينما توقف رصيد ريال مايوركا عند 5 نقاط في المركز 13. تعادل أتلانتا مع ضيف كرومينيزي بهدف لمثله في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي، وبهذا التعادل حافظ أتلانتا على المركز الثاني برصيد 16 نقطة، بينما احتل كرومينيزي المركز 18 برصيد نقطتين. انتهت جولتنا الرياضية مشاهدينا الكرام، لكن التسعة ما زالت مستمرة ونعود فيها لاستكمال ما تبقى مع الزملاء. شكرا لك مصطفى. ما زال سكان إقليم السند الباكستاني يواجهون أثر الدمار الذي خلفته الفيضانات التي اجتاحت الإقليم وتسببت في مقتل ما يقرب من 1400 شخص وإصابة 13,000 وتشريد الملايين. أرسلت وكالات الأمم المتحدة والعديد من الدول ما يقرب من 60 طائرة محملة بالمساعدات في إطار دعم تقوده الأمم المتحدة. ومن أخبار الفيضانات إلى أخبار الطقس والحالة الجوية. نعم، عودة مرة أخرى إلى مصطفى. من جديد شكرا رغدة وشكرا سحر. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في محطتنا الثالثة والأخيرة، نستعرض فيها مع حضراتكم أحوال الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الاثنين طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وكذلك السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وعلى جنوب الصعيد. وفيما يلي مشاهدينا الكرام بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، نبدأها من محافظة القاهرة وفيها درجة الحرارة العظمى تشير إلى 34 درجة والصغرى 24 ويكون الجو فيها حار. في الأسكندرية 31-24 يكون أيضا الجو فيها حار. في مطروح 30-24 أيضا الجو حار. في بورسعيد 32-25 يكون الجو فيها حار. في الإسماعيلية 35-23 ويكون الجو فيها حار. أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى هناك تشير إلى أنها 34 درجة والصغرى 23 ويكون الجو فيه حار. في العريش 32-24 يكون الجو حار. في طابة 33-25 يكون حار. في شرم الشيخ 37-28 يكون الجو فيها أيضا حار. في الغردقة 36-27 يكون الجو فيها حار. أما عن محافظة الأقصر فدرجة الحرارة العظمى هناك تشير إلى أنها 41 درجة والصغرى 26 وفيها يكون الجو شديد الحرارة. في أسوان 41-28 وأيضا الجو فيها شديد الحرارة. في الوادي الجديد 38-25 يكون الجو فيها حار. في شلاتين 38-28 ويكون الجو فيها حار. وأخيرا في حلايب 36-26 ويكون الجو فيها أيضا حار. والآن مشاهدينا الكرام نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.
والآن متابعينا ومشاهدينا الكرام، نترك حضراتكم مع هذه اللقطة، اللقطة الأبرز لهذا اليوم. وبهذه اللقطة وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة التاسعة، ولكن يتبقى التذكير بالعناوين. خلال استقباله رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة، الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على دعم دور السلطة القضائية بالمجتمعات الإفريقية. مدبولي يتابع الاستعدادات لمؤتمر المناخ، ويؤكد شرم الشيخ تشهد تطويرا نوعيا شاملا على كافة المستويات. الخزانة الأمريكية تحذر من ارتفاع أسعار النفط في الشتاء، والمركزي الألماني يسعى لمواجهة ارتفاع التضخم بزيادة كبيرة بمعادلة الفائدة. نهاية النشرة، لكن التاسعة ما زالت مستمرة مع الإعلامي يوسف الحسيني. مساء الخير. أهلا بك. ازيك يا رغدة؟ ازيك يا صحرا؟ عاملين ايه؟ كله تمام؟ النهاردة كان يوم سعيد؟ الحمد لله يا رب دايما. يا رب. أشكركم وأستأذنكم نبدأ فقراتنا.